حبيبي الدبوان، تعالوا مع بعض كده نشتغل حاجة اسمها سبيشال كيس اون باريلوجرام. فقبل ما نقول سبيشال كيس اون باريلوجرام، تعالوا نفتكر شوية حاجات مهمة في الباريلوجرام. أول هام رسمة الباريلوجرام، أنا مطالب بس إن أنا أعرف الشكل، لكن مسألتك بتبقى جاية مرسومة. أول هام في الباريلوجرام إن الراجل ده طلع منه شوية حاجات، طلع منه ريكتانجل، طلع منه سكوير، طلع منه رومبس، طلع منه ترابيزيوم. يبقى دي هي السبيشال كيس اللي احنا هنشتغل عليها. انا عايز اعرف ايه في الباريلوجرام، عايز اعرف شوية حاجات مهمة. ان انا اول حاجة اتكلم عن السايد، ايه علاقة التو سايدز دول؟ ها؟ قلنا حبيبي لازم تتعود تحفظ عشان ده ديفينيشن بيجي لك كومبليت وتشوز. اتش تو اوبوزيت سايد ايكوال، يبقى انا اول حاجة بتكلم عن السايدس، اتش تو اوبوزيت سايد ايكوال. نمرة اتنين بتكلم عن الانجلز، اتش تو اوبوزيت انجل ايكوال برضو الميجر. نمرة تلاتة بتكلم عن الدياجونال، ولما اجي اتكلم عن الدياجونالز فاتفقنا ان انا لو عملت ماتش بالشكل ده بقى دول الدياجونال. لو انا هنا كتبت لتر ام فانا بقول ان الدياجونالز بايسكتس ايتش اذر. دول ثلاث علاقات مهمه لازم تدرب نفسك عليها. النهارده احنا عايزين نتعلم ايه بقى؟ عايزين نعرف الدياجونالز في الريكتانجل مالهم، في السكوير، في الرومبس. هنا الدياجونالز في الريكتانجل ايكوال، تجي لك كده الدياجونالز ايكوال ان، اقول له الريكتانجل الدياجونالز، الدياجونالز في الرومبس، في الرومبس بيربنديكولار. طب انت ليه سبت السكوير؟ السكوير ياخد من الرومبس ياخد من الريكتانجل، يبقى هنا الدياجونالز نقول عليهم ايه؟ اقول له هياخد من ده، يبقى هنا الدياجونال عنده ايكوال، هياخد من ده يبقى الدياجونال بيربنديكولار. بقى دول الحاجات اللي انا دلوقتي اشوفهم يجوني كومبليت وتشوز. طب الراجل ده ما فيهوش اي حاجه خالص، اللي هو الترابيزيوم، لكن لو قال لي ايسوسيلس ترابيزيوم يبقى انا عندي الانجل هنا بتبقى ايكوال وبيبقى الدياجونال ايكوال. الكلام ده لما اجي احفظه المدرس حفظه ازاي؟ بالتكرار. انت عندك مشكله ان انت لا عايز تحفظ ولا عايز تسمع طريقه الفهم او طريقه الحفظ، وتيجي في الاخر تقول انا مش عارف. طب يا ابني ما انت حاول، ده انت لو ركبت ميكروباص هتسمع اغنيه هتحفظ منها كلمه، تنزل بعد كده تقعد على القهوه هتسمعها، تنزل بعد كده تقعد في البيت هتسمعها، تلاقي نفسك غصب عنك حفظتها. نيجي للدروس بتاعتنا، لا دي دروس وحشه يا عم، ما انت اللي موحش. ليه مش عايزين تسمعوا الكلام؟ الله اعلم. جيل عايز يمسك موبايل وبس، هو ده اللي بيعمله في دنيته. طيب تعالى كده نشوف عشان ما نقعدش نطول على بعض، نشوف شكل الاسئله اللي انت بتقولها وخلاص. بس يبقى احنا كده عملنا اللي علينا عشان ده جيل حلو. اتفضل يا فندم. وحضرتك جيت في السكوير ورحت قلت اهو، جيت في السكوير قلت لك انا بتكلم عن الدياجونال، فالدياجونال هنا ياخد من دي يبقى ايه، وياخد من ده يبقى بيربنديكولار. يعني الاسم لما اجي اكتبه مثلا في الكمبيوتر حاجه اكتب ار ايكوال. بص 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 اهو اهو، شفت بقى سؤالك؟ اروح انا جاي اجيبه لك بالشكل ده يا برنس. ادي شكل اسئله كومبليت. لا يا عم
ده انا هبدا لك كمان بالتشوز، ايه رايك بقى؟ بص يا برنس، فين التشوز؟ انزل سيك اهو، انا اللي نظري ضعيف. بص كده الراجل، وادي شكل السؤال، سؤال هديه في الامتحان. نقرا كده مع بعض. لا، لما اجي اقرا نقرا بعينيا. ريز يور هاند لو عايز تجاوب. شكرا. ها مفيش غير مصطفى اللي بدا يبقى اكتف معايا، وادي كمان انس. قول يا انس. حلو. ها يا مصطفى. ها يا جنى. بص يا حبيبتي، بيقول لي الدياجونال فين؟ وانا قلت لك السؤال مباشر، الدياجونال في الريكتانجل. ادينا هكتب اهو، ده ريكتانجل، ده سكوير، ده رومبس، ده ترابيزيوم. الله، يعني هو ده شكل السؤال؟ اهو يا حبيبي المره الثانيه، مش بغشك ولا بضحك عليك. طب تعالى يا مستر. لا انت بتهرج، هو عمره ما يجي سهل بالشكل ده. خش لي على نمبر 2. ها؟ حاضر يا مستر، احنا مش شايفين. ثواني حبيبي، حبايبي مش شايفين. سلامة الشوف، هنعمل لهم كشف نظارة بعد الظهر. اتفضل يا باشا، خش لي على نمبر 2 اهو. استنى بس حبيبي، يمكن حد من الانسات ربنا ينفخ في صورته ان شاء الله. ايه ده فين؟ حاضر بقى، انا اصور بس الورقه دي واصورها بالموبايل واخليها معايا وكل شويه ابص لها. باكل ابص لها، مش عارف قاعد قدام التلفزيون يا عم ابص لها. غلطه، اعتبرها رساله جات لك بالغلط. اهي ادي كمان اسئلتها. اعمل لك ايه تاني؟ قول يا سي مصطفى. حلو، عايز حد يقول لي الراجل ده اختار نمبر ايه؟ انا لا بقول صح ولا بقول غلط. ها يلا كده يا فريده. يعني اخترت نفس الاجابه. طيب ها صح يا مستر، انا عايز دي. هو حب يجاوب فقال لي نوت ايكوال. ماشي يا عم ينفع. بص كده نرجع تاني في الورقه دي، يبقى الراجل ده ايكوال، بس ممكن احط لها نوت بيربنديكولار اهو، نوت بيربنديكولار. الراجل ده بيربنديكولار، ها يبقى نزود عليها اهو. شفت بقى؟ ادينه بشوف. نقول تاني؟ طب بص كده نمبر 3 قبل ما نشوف اجابتها. التو دايجونالز في السكوير ار ايكوال بيربنديكولار. تعالى كده نشوف. حاضر. ها بص بص بص، شوف بيهزر يقول لك ايه؟ جاست بيربنديكولار، يعني بيربنديكولار بس. جاست ايكوال، طبعا لا. طب بيربنديكولار وايكوال؟ صح صح. ادي يا حبيبي، ادي يا عم شكل الاسئله. يبقى انت حضرتك الورقه الغلبانه دي تجمع لك سؤالين كومبليت، سؤالين تشوز عليهم تو ماركس. ايه الصعب في كده؟ ولا فيها لا لف ولا دوران. هنصور الورقة تاني بعد ما زودنا كلمة نط ونط. حد عنده سؤال؟ لا. طب معلش يا مستر أنت بتهزر؟ لا أكيد الأسئلة ما بتجيش بالشكل ده. نعمل بس كده الأول، نجيب تاني أسئلتنا، وآجي أهو بقى كده عندك السؤال والإجابة. طب يا مستر انت ليه طنشت ايكوال؟ ادينا على الاقل نقدر دلوقتي نشتغل في الايكوال. تعالى يا عم نصغر سنه بسيطه بس عشان نشوف. لا صغرت قوي صح؟ بس ايه كده حلو؟ على بركه الله. يلا ها تعالى كده، في سؤالين راح. لا ما تخافش، فيش روح حاجه بتروح عندنا، عيب عليك. بنروح. بص بقى نفس الورقه دي هي هي، لو قلت لك بارلوجرام الدياجونال ايكوال يتحول يبقى بارلوجرام الدياجونال بيربنديكولار يبقى رومبس، بارلوجرام الدياجونال ايكوال وبيربنديكولار يتحول يبقى هو ده اللي هنعمله. حاضر. طيب تعالوا كده، يبقى احنا زي ما اتدربنا على تشوز تعال نشوف كومبليت. بص كده باراليلوجرام الدايجونالز بيربنديكولار. حضرتك تفتكر هي البيربنديكولار دي؟ طيب ما تجاوبش بدون اذن بعد اذنك، عشان انتوا شايفين جنى
كيوت ومؤدبة ومش عايزة هي بتتكلم، وكل ما تيجي تتكلم تقول ما هو بيتكلموا من غير إذن. طب وليه السمعة اللي بتطلعوها علينا دي؟ ادوها فرصة. طيب يبقى أول ما نسمع بس يبقى ده فين؟ بس. حاضر يا مستر. نبدأ بقى نشتغل شوية؟ مش عايزين ننقل على الأهم. شكرا. بص كده مش عارف إيه. بص 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 بص. إيه ده بقى؟ بص باريلو جرام. بقى سبحان الله ريكتانجل. يبقى دايجونال ساعتها إيه؟ كوادرب. أنا والله كنت رايح أجيب جنيهات وأوزعها عليكم، بس أنا عارف أنتوا مجموعة أنسان. آه والله ممكن الإنسان دلوقتي شوف عمل كام؟ سبحان الله. طيب يبقى الباريلو جرام عشان يبقى ريكتانجل الدايجونالز بتوعه إيه؟ إيكوال. شكرا يا عم. حضرتك ما تعملش زي ما انا عامل، حضرتك تكتبها ايكوال. اكيد لا، ادي رو وادي ام والباص اللي انت بتركبه وانت رايح رمسيس. خلاص؟ بنفس الطريقه حبيبي عايزك تتدرج، يبقى انا عملت لك ورقه من دي اقدر احل كومبليت وتشوز، واقدر دلوقتي اوديك على الامتحانات تلاقي نفس الكلام. يبقى احنا النهارده ادينا شغالين اكسرسايز 4، هنقول له باي باي؟ لا يا عم، تعال نشوف افكار ثانيه خدنا زيها الحصه اللي قبل اللي فاتت. اه كفايه يا مستر. بص بقى معايا، اتعود للمره الالف قبل كلمه كومبليت ده جيفن تقراه وتشوف هو موجود ولا لا. خد بالك حبيبي، خد بالك يا بابا، مديني هنا مش عارف 6 وهنا 2، ادي ال 6 وادي ال 2، حلو. مديني ان الراجل ده ريكتانجل. تعالى بقى هنكبر ونقول هو عايز ال A B، عاوز ال A B. طيب لو اتكلمت تاني بدون اذن هيبقى وعيتك مالهاش طعم. انا صعبان عليا والله اللي هيجرؤ لك. واديني قلت لك وانت يا ابني مش مصدق. لما تلاقي طوبه كده جت في وشك بتعرف ما تسالش دي جت منين. بس اديني قلت اهو، كبرنا الشكل للمره الثانيه. انت ايه يا عم؟ انا ريكتانجل. الريكتانجل ده من ضمن الحاجات اللي انت واخدها في جريد 3 و4 و5 ايه ده وكل سنه. فانت كل اللي عليك لما اقول لك ريكتانجل وانا مدي لك الدي سي 2 يبقى الراجل الاوبوزيت ايه؟ يبقى الـ AB اقدر اقول له انه ايكوال للـ DC يبقى ايكوال 2 سنتيمتر. في مشكلة؟ حلو خالص. تعالى ننقل على حاجة تانية. أنا عاوز دي إم. قلنا علاقة مهمة في الباريلو جرام. أنا مخلي دي لسه ما لقيتهاش. قلنا إن الدايجونالز بايسكتس. وكلمة بايسكتس يا مستر يعني ده قد ده؟ والراجل ده ايكوال ده. صح؟ العلاقة دي موجودة في كل دول اكسبت الترابيزيوم. يعني ايه؟ نرجع بقى تاني هنا. يعني انا عندي الدايجونالز دول عندي السي ام ايكوال الاي ام، بس انا ما عنديش ده. لا عندي، عندي الاي سي كله 6 يبقى الراجل ده والراجل ده شكرا. طب يا مستر احنا قلنا ريكتانجل الدايجونال في الريكتانجل ايه؟ الله، طب ما هو ده 6 يبقى الراجل الثاني يبقى الراجل ده والراجل ده. وخلص التمرين، لا تعبنا ولا خدنا مواصله ولا اي حاجه. نقول تاني؟ لا. متاكد؟ اه. طيب حاضر، نصغر عشان نجيب لك التمرين كله مره واحده. حاضر يا عم. طيب تعالوا نشوف كده. انا قسمت لك البورد، عندك ثلاث حاجات. الشغل اللي انت هتاخده السنه دي هو اساس لكل السنين اللي جايه. ايوه، بمعنى ان انا الحاله اللي انا عايز اشوفها اول ما الاقي تريانجل، اول ما الاقي عندي هنا بوينت وعندي السيمبل ده، يبقى انا لو قلت دي اكس واي زد ولقيت لتر هنا سي مثلا دي، الكلام ده انت هتلاقيه جاهز مرسوم. انت مش بترسم،
بس انت كل اللي عليك انك تقول ان النقطه دي البوينت دي اول ما الاقي العلامتين دول يبقى انت ميد بوينت. معلش يا حاج مصطفى اهدى شويه. اهدى بس نشوفها طالعه ولا لا. طالعه الحمد لله. خد بالك بقى ميد بوينت لوحدها ما استفدش منها، لكن ميد بوينت وخرج منها لاين او خرج منها راي، سواء لاين او راي وخرج ببارلل، يبقى انا معايا ميد بوينت ومعايا بارلل كده. الاثنين دول مع بعض استفيد منهم. طب نستفيد منهم مين؟ تقول لي دي راحت للنقطه اللي قصادها. فيبقى انا اسمع يا ابني، اسمع يا ابني، لما اقول لك خد حل بيبقى حل، ما بشوفش غير صدى صوت، لكن لما تمسك القلم وتكتب نفسي نفسي. قريت الكتاب اهي، ان انا يا مستر عندي الدي ميد بوينت، او قلنا البديل بتاعها كلمه بايسكت، والدي خرج منها بارلل اهو، يبقى الدي اي بارلل للواي زد. انا بقى استفيد يعني كل ده هلاقيه موجود في الجبل، انا استفيد. يبقى انا رحت البوينت اسمها ايه، تبقى انت كمان ميد بوينت. الكلام ده اكسرسايز 6 هنقول بنفس الطريقه. طيب ايه الحاله الثانيه عشان نروح نعملها ونقول باي باي؟ الحاله الثانيه وانت بقى اللي هتقرر. بص كده، ها ايه اللي انت ملاحظه؟ ادي ال ام ان، عايز اسمع. اتفضل قول يا بابا. السي ميد بوينت والدي ميد بوينت. حلو خالص. بقى المره دي عندي ايه؟ حلو خالص. المره دي انا معايا السي والدي ميد بوينتس. بص بقى المفاجاه، هل تفتكر لما ابقى مديك اثنين ميد بوينت هدي لك بارلل؟ لا. بص بقى، يبقى انا معايا اثنين ميد بوينت استفيد. الكلام ده حبيبي انت مش بتقول، انا بس بعرفك كلمة استفيد دي مش هتقولها، لكن كل اللي عليك هتقوله ايه؟ اسمع يا بابا، هتجيب القلم ده، يبقى يا مستر هستفيد، استفيد حاجتين. أول حاجة يا مستر، يبقى السي دي بارلل بص للأوبزيت عليه، للأوبزيت للإم إن. مش كده وبس، ويبقى السي دي ايكوال الهاف بتاع ام ان. برافو عليك. يعني انا لو مدي لك ده 6 يبقى السي دي 3، لو انا مدي لك السي دي 4 2 يبقى 8. يبقى الام ان قدوا مرتين توايس. بقى دول هما الحاجتين اللي هنكمل بيهم كل الدروس اللي جايه. اه مش مصدق كلامك. تعالى يا حبيبي، ادي اول حاجه، لو لقيت حاجه بالشكل ده هي نادرة ما بتيجي كومبليت، بس أنا هوريها لك كمان في التمارين. حضرتك ما بتتعبش وما تخافش. الراجل ده بيقول لي ري درون من ميد بوينت، يعني أنا معايا ميد بوينت وخرج منها بارلل. ميد بوينت وخرج منها بارلل. إيه اللي أستفيده؟ إن أنا أه برافو عليك، وقلنا الميد بوينت بديلها إيه؟ بايسكت. بس هو كده طريقة الكتابة. أنا عندي مين الميد بوينت؟ يبقى هنا الدي. هي ميد بوينت في مين؟ في الاي بي. الاي بي والاي سي. لا يا حبيبتي، اي بي بس، معلش. وعندي يا مستر الاي دي بارلل للسي بي، يبقى انا خرجت للاي بقت الاي ميد بوينت. ادي ده كمان الستبس، ادي البروف، ادي الريزون اللي انا هشتغل عليه. طب معلش يا مستر، تعالى كده مع بعض نشوف تمرين او اتنين على الكلام اللي انت بتقوله. دي الحالة التانية عشان تبقى معاك بالمرة. المرة دي انا معايا ايه؟ حلو خالص. اروح جايب القلم، يبقى انا هستفيد لما يبقى عندي اتنين ميد بوينت، استفيد حاجتين. الراجل ده بارلل لده، والراجل ده هاف ده. وتعود تقولها كده عشان ده الكومبليت واللي تشوز اهو. لاين سيجمنت جوين بتوين ميد بوينتس، ماله؟ يبقى بارلل للثيرد وكمان
equal half للثيرد. ده يجي لك كومبليت وتشوز. ايوه طب تعالى كده مع بعض نشوف كمان التمرين يجي عليها شكله ازاي. ايه ده راحت فين؟ طيب لحظه واحده نقفل ده ونفتحه تاني. ثانيه حبيبي لو سمحت. هو ده تفتكر برضو؟ لا. طيب خلاص انا نسيت اسم المايل. وصل. تعال كده بص للتمرين ده. الراجل ده بيقول لك بروف ذات مالكش دعوه بيها. تعال وانت هنا انت مديني ايه؟ طب ممكن نسمع حبيبي؟ مديني باريلو جرام. اول ما اقول لك باريلو جرام تفتكر ايه؟ اول ما اقول لك باريلو جرام حاضر تفتكر يا مستر الاوبزيت سايد ايكوال. انا مش مديك لينث يبقى مش هستفيد منه. برافو عليك بس اكمل. مش مديلك اي حاجه عن الانجل يبقى مش هستفيد بالانجل. يبقى انا مديلك الدياجونال يبقى انت باريلو جرام. اتكلم عن الدياجونال. الدياجونال لما يعملوا انترسكشن يبقى البوينت دي ميد بوينت. شكرا. طيب انا معايا واحده ميد بوينت باقي لك ايه؟ بص كده اهو لما يبقى معايا واحده ميد بوينت يبقى لازم معاها ايه؟ بص كده يبقى انا معايا واحده ميد بوينت يبقى لازم معاها بارلل. تعالى بقى فين البارلل يا مستر؟ ما ده بارلل جرام يعني الراجل ده بارلل ده صح؟ بص بقى يبقى انا بدات بميد بوينت خرج منها بارلل يبقى نروح لمين؟ الاكس. يبقى الاكس دي تبقى ايه؟ ميد بوينت. وغلاوتك هو ده المطلوب. الله طب هي سهله اهي. اكتب ازاي؟ هم سطرين يا ام انا بدات بام ميد بوينت ومعايا ام اكس بارلل للاي بي يبقى انا هستفيد الاكس ميد بوينت. ادي حبيبي كمان الجاي مش جبت اكتر من كده لغايه كده في مشكله؟ لا. تعالى بقى نسال السؤال الاخير. الراجل ده بكام؟ 5. بص بقى الحالة دي وصلتني ان انا بقى عندي مين؟ ايه؟ الميد بوينت. يبقى انا بقى معايا كام ميد بوينت؟ 2. اللي هم الحالة اللي بعديها لما يبقى عندي 2 ميد بوينت يبقى بارلل وايكوال هاف. تعالى هنا ما انا جبت دي ميد بوينت ودي ميد بوينت يبقى ده ايه علاقته بده؟ الهاب بتاعه انت بكام؟ 5. يبقى الراجل ده 2.2. استنى مصطفى قول لي ده نص ده حبيبي ده نص ده يعني ده قد ده مرتين يبقى الراجل ده بقى بتاني يا بابا. خلاص بص بقى طب ما هو ده باريلو جرام انا جبت ده بتن يبقى السي دي بكام؟ 10. والسلام عليكم. اقولها تاني؟ طب اسمع بس. بدات بميد بوينت وبارلل وصلت الميد بوينت تروح نقلاني على الثيرم اللي بعديها ان انا عندي 2 ميد بوينت يبقى ده هاف ده 5 يبقى 10 يبقى اللي قصاده 10. حضرتك بعد ما تكتب الثلاث سطور دول تقول كده الدي سي ايكوال الاي بي يبقى ايكوال 10. ادي حبيبي صدقني تمرين عليه 3 ماركس. هل يا مستر ده زي اللي فات؟ يعني ايه زي اللي فات حبيبي؟ اسمع يا بابا اسمع يا بابا وخد بالك برضه للمره الثانيه قبل كلمه بروف ذات تطلع فوق منه. انا مديلك شيء بس انا بقول لك باريلو جرام اي بي سي دي باريلو جرام. حضرتك تفتكر ايه اللي استفيده من باريلو جرام؟
كل مره حبيبي كرر الاوبوزيت سايد بارلل وايكوال، يبقى انا عندي هنا ايه؟ هو ما حطهاش انا اعملها. طب انا لما حطيت البارلل بص كده انهي حاله من الاثنين؟ دي ولا دي؟ دي. طب حاضر، واحده ميد بوينت ولا اثنين ميد بوينت؟ واحده. شكرا يا جماعه. تاني بارلل جراف، رحت حاطط علامات البارلل، بقت السي على يمينها وشمالها، بقت السي ميد بوينت. طب شوف ميد بوينت؟ لا حبيبتي الاو ما فيهاش حاجه. ده انا بقى هقول، بصي بقى هقول الكلمتين، ان انا معايا السي ميد بوينت ومعايا السي او بارلل للاي بي، يبقى السي راحت للاو، يبقى الاو بقت هي كمان ميد بوينت. نقول تاني؟ طب يا سي يا او لما تبقي ميد بوينت عملت ايه؟ قالت لي خليت الحته اللي على يميني قد الحته اللي على شمالي. هو ده التمرين. طب بص كده معايا، اقول تاني انا مديك العلامتين دول، يبقى السي ميد بوينت بقت معايا واحده ميد بوينت، واحده واحده، يبقى الواحده ما تشتغلش لوحديها، لازم معاها بارلل. فانا عندي كلمه بارللوجرام، وكلمه بارللوجرام تجيب لي البارلل، فبقى عندي يا مستر دي ميد بوينت خرج منها بارلل، يبقى الاو ميد بوينت. اعيدها تاني؟ اعيدها تاني؟ اقول تاني؟ لا. اسمع بقى، زي ما انا قلت يبقى يمينها وشمالها، طب ايه رايك يبقى ده كمان قد ده كمان؟ صح ولا لا؟ صح. وهو ده حبيبي المطلوب وخلصت. يبقى يا مستر الاي او ايكوال الاو اتش، يعني انا مش بكتب موضوع تعبير؟ لا. خلي دي تاني قدام عينك. دي صورتها مرتين. لو معايا واحده ميد بوينت يبقى لازم معاها بارلل. طب ما لقيتش يبقى اكيد انا بقول لك بارللوجرام او ريكتانجل او رومبس او سكوير. ليه؟ ما هم الاربعه دول فيهم البارلل. اقول تاني؟ طيب لو معايا اتنين ميد بوينت تقول لي استفيد انا حاجتين، يبقى اللاين اللي بتوين الميد بوينتس بارلل للاوبوزيت وايكوال هاف للاوبوزيت. مفيش اكتر من كده؟ لا يا صدقني. هرجع تاني للتمرين اهو، وادي ده البروف بتاعي. ايوه. طب هل ممكن نلاقي افكار تانيه؟ تعالى وانا هوريك برضه، وهعمل ستوب يا عم واشتغل معاك شويه ريفيجن وكفايه. هل ده زي اللي احنا حليناه؟ اه. طب استنى، انا عايزك تتعلم تقول كده معايا واحدة من بوينت ولا معايا اتنين؟ جنى حلو، فين هم يا بابا؟ الاي اي طب ممكن ندي فرصة لجنى؟ أول هام يا بابا هم خدعوكي، الواي ما عندهاش حاجة، يبقى مش هلعب مع الواي. لكن الدي أهو وهو، الإي أهو، يبقى معايا اتنين، يبقى الغلبانة دي بارلل ده وده هاف ده. بس حبيبي مش عايز اكتر من كده. في مشكله؟ طب بص بقى المعلومه اللي بعديها، طالما انا جبت ده بارلل لده، مش تبقى دي برضه بارلل دي؟ طب مش دي بارلل دي، يبقى كمان بارلل دي. تعالى بقى نبدا من هنا، مش دي لوحديها ميد بوينت وانا جبت لها بارلل؟ يبقى الواي ميد بوينت. بس طب نقولها تاني وتعلم، خد ودي انا ما عنديش مشكله. حاضر، بعد اذنك يا مستر امسح كل اللي انت عملته. حضرتك بص شوف هقولها لك ازاي. اسمع معايا، معايا ميد بوينت ولا اتنين ميد بوينت؟ يبقى انا اروح اشتغل في الحته اللي فيها تو. يبقى حضرتك هتشتغل تقول، انا هطلع سنه بسيطه عشان تبقى الكتابه كلها واضحه. بس ايه ده؟ ده ايه؟ بص بقى، يبقى انا معايا دي
ومعايا الاي ميد بوينتس. يلا استفيد ايه؟ بص كلنا مع بعض ما ينفعش ما يقولش. يبقى حاضر يا ريني، صدقيني شايفك ومش زعلان، وانت اول مره تبعتي لي هوم ورك ابقى مبسوط منه. يبقى الاي دي بص كده بارلل ماشي حبيبي، بقى السي بي يبقى اكتب سي بي وابقى خدها تاني الاي دي هاف. ايوه او ايكوال هاف للسي بي. في مشكله؟ لا. اقول بقى بعد كده هل انت مديني اللينث بتاع ده؟ لا. طب مديني بتاع ده؟ لا. يبقى ما كنتش هستفيد. لو مديني ده مثلا 10 يبقى ده 5، ده 5 يبقى ده 10. في مشكله؟ لا. متاكد؟ رحنا بقى للحته الثانيه. بص بقى هبدا من مين؟ من اللي هي اي ميد بوينت، راحت للواي اي بارلل للاكس اي، يبقى ساعتها الواي بقت ميد بوينت، وهو ده بابا المطلوب. وخلص التمرين. اقولها تاني؟ لا. متاكدين؟ متاكدين؟ اكمل هنا كلمه بوينتس بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس او اي ان تي اس. طيب هديك برضو واحده تانية مع اني نفسي اقفل الدرس، بس حاضر حبيبي والله ويا ريت، بس يا رب ما الاقي افكار جامده تزعلك. بص انت قلت يا لهوي، اعلمك حاجه جميله. بص بص، اقسم الشكل لتو تريانجلز وشوف مين اللي ينفع ابتدي بيه. الله، والبنات رفعوا ايديهم تاني. الشكل كومبلكس مجعوص. اشتغل هنا ولا هنا؟ هنا. حلو، اشتغل هنا. اسال معايا 1 بوينت ولا 2؟ اهدى بس، ما تمشيش وراه، ما تمشيش وراه، ده صايم، ده صايم ومالوش عتاب. حبيبتي معيش غير واحد وخرج منها بارلل، واحدة وخرج اهو يا بابا، واحدة وخرج بارلل، انت عادتني اللهم اني صايم، واحدة وخرج منها البارلل، يبقى نوصل لمين؟ مالها؟ شكرا. نروح بقى في التريانجل التاني، دي ميد بوينت ودي ميد بوينت، يبقى ده وايكوال هاف، ده 6 هيبقى ده 3. طب تيجي نقولها تاني؟ نقولها تاني. التليفون وقف هيفصل، بيفصل ايه؟ بيفصل شحن. زغرت هو زغرت يا ابني، بس حبيبي هنقول تاني حبيبي، لما يجي لك شغل ما تتخضش منه، كل اللي عليك حاجه واحده بس، تسال انا اشتغل في التريانجل ده ولا ده؟ في العشرة. اسال نفسي انا معايا ايه؟ معايا ميد بوينت، معايا ميد بوينت. اقول له لا، ميد بوينت لوحدها ما تنفعش، ميد بوينت لازم معاها بارلل. رحت راجع، ادي ميد بوينت بس ما خرجش بارلل، يبقى ما ينفعش ابتدي هنا. ادي ميد بوينت خرج بارلل، يبقى انا هشتغل هنا. طب هكتب ايه؟ هكتب كلمتين، يا زد انت ميد بوينت وانت بارلل، تبقى الواي بقت ميد بوينت. الواي اللي انت جبتها دخلتك على شكل تاني، بس دخلتك على شكل فيه ميد بوينت، فتقول المره دي انا معايا 2 ميد بوينت. استفيد ايه؟ تقول استفيد حاجتين، ان دي ميد بوينت ودي ميد بوينت، يبقى ده بارل ده وده الهاف 6، يبقى ده 3. لو رحت بصيت، بص الراجل بيقول لك انا عايز الاي واي بكام؟ يا عم ده 4 هيبقى ده 4، ادي اول معلومه. ده 10 يبقى ده 5، ده 5، ده 6 يبقى 3 و3، هو ده اللي بيطلبه. لا يا مستر، ده طلب حاجه تاني، البارامتر بتاع تريانجل اي اكس واي. اقول له ما انا جبت ده 5 وده 4 وده 3، يبقى الراجل ده 5 وواحد كمان 4 وواحد 3 ويخلص التمرين. طب اقول تاني؟ طب حاول لو سمحت تشتغل في اكسرسايز 6 ونشوف كده الحصه الجايه هنعمل فيها ايه.